للأسف الشديد كلنا كمغاربة اليوم وكنشوفوا الأوضاع الحالية والأوضاع المزرية اللي ولا كيعيشها المواطن المغربي البسيط مع حكومة القهرة، حكومة اللي صراحة وصلتنا إلى ما لم نصل إليه مع أي حكومة سابقة للأسف الشديد. رسالة ديالي غدا تكون واضحة إلى السيد رئيس حكومة، واحد من أفشل رؤساء الحكومات اللي دازوا في تاريخ المغرب، واللي وصلنا لهذه الحالة اللي ولينا كنعيشوها لدرجة أنه يعني وصلت مطيشة 12 درهم، بينما في فرنسا رغم انها كتستوردها من هذا البلد الفلاحي كياخذوها باورو ما يعادل 10 ديال الدرهم وما واصلاش. حنا كبلد فلاحي وكبلد مصدر للمواد يعني الغذائيه ولينا كنشريو بثمن اللي زيد، فانا كنتمنى من السيد رئيس الحكومه انه يقدم الاستقاله ديالو. راني كنقول لك بان هذه الحكومه الحاليه المتكونه من ثلاثه ديال الاحزاب، ماشي حزب واحد فقط، حزب الاحرار وحزب الاصاله والمعاصره، ومعاهم حزب اللي يعني قبل على راسه ان ينطوي تحت لواء جوج ديال الاحزاب لا تساوي شيء في تاريخ السياسه في المغرب، اللي هما حزب الاحرار وحزب ديال الاصاله والمعاصره. كنهضر هنا على حزب ديال الاستقلال بالتاريخ ديالو، اليوم كيشارك في جريمه ضد الشعب المغربي. اليوم الشعب المغربي كيعيش تحت ظل واحد الجريمه كترتكب ضده، جريمه ديال السرقه والنهب امام انظار الجميع في غياب تام المعارضه. ومني كنتكلموا على المعارضه في المغرب كنتكلموا على واحد المعارضه اللي حشومه نقولوا عليها بانها معارضه ضعيفه. راه عيب عراء الزين ممثل يعني واحد من الاحزاب المشاركه في المعارضه انك تقول بان اخنوش اب للمغاربه، حشومه انك تقولها. قول بانك كطبل اليوم الاحزاب ديال الكتله وما تقولش بانه اب للمغاربه، حاشا ولله الشرفاء المغاربه ان اخنوش يكون اب للشعب المغربي. اخنوش واحد من الذين يسرقون وينهبون اليوم في جيوب المغاربه عبر الزياده الصاروخيه في اسعار المحروقات المنخفضه في العالم كله. للاسف الشديد هو واحد من المحتكرين لهذه الماده. اليوم كنقولها بانه كحقوقي بانه كيسرق وكينهب في جيوب المغاربه، كذلك عبر الزياده في اسعار المواد الاستهلاكيه حتى البسيطه. ملي كنقولوا المواد الاستهلاكيه عيب وعار اننا نهضروا على ولد يلاه تزاد غادي يخرج للمغرب تزاد عليه الثمن ديال الحليبه عباد الله، زياده يلاه تزاد يلاه غادي يشوف هذه البلاد كي دايره، تزاد عليه في ثمن الحليب ثمن الكوش اللي كيستخدموه من المرضى. وكنتمنى من ربي ان شاء الله ان كاع هذو اللي كيديروا للشعب المغربي بحال هكا انهم يديروا لي كوش ونشوفوهم ان شاء الله مراد. عيب وعار ان المغرب قبل من الشهر الفضيل انه يعرف هذه الزياده الصاروخيه في اسعار ديال المواد الاستهلاكيه. وكنتمناو من رئيس الحكومه انه يقدم الاستقاله ديالو لانك لا تصلح لتسيير الشان المحلي المغربي. كنشوفوا يعني نتائج ايجابيه فرحات المغاربه كاملين، ولكن في السياسه الخارجيه واهم قضيه الصحراء المغربيه، بينما الشان الداخلي اللي كيعاني منه اليوم الدرويش الطبقه البسيطه بشكل كبير، كنلقاو انكم اليوم انتم من تتلاعبون به وانتم من تسرقون وتنهبون جيوب المغاربه في غياب دور المعارضه وفي غياب للاسف الشديد. واستحي ان اقول انه كاينين في المغرب جمعيات لحمايه المستهلك، فين هما الجمعيات؟ الا كنت كنقول انا بان الاحزاب وتشرات لانها تلتزم الصمت عبر المعارضه، فكيفاش غادا تبقى الجمعيات في هذه البلاد هذه؟ وللاسف الشديد كنلقاو ان اخنوش كيطبق هذا الشيء كامل اللي كيدير وبدم بارد. ملي كنشوفوه في التلفازه كنلقاو كيدير هذا الشيء وبدم بارد، كنقول ليه لا تستهين بالشعب المغربي. الحسن الثاني الله يرحمه وقالها، المغاربه لا يستهان بهم، حذاري ثم حذاري، حذاري من رد الفعل ديال المغاربه. المغاربه واخا يصمتوا واخا يلتزموا الصمت واحد المده طويله، كن على يقين بان الرد ديالهم كيف ما قال احد اعضاء الحزب ديالك بانه الا ما خدمناش غادي يشيروا علينا بالحجر، كن على يقين بان هذا الشيء هو اللي كيبان لي جاي. ام الحانوت كيوقفوا عليه 12 واحد 14 واحد كيخلعوا كيقولوا لي راه ما خلصتيش الضريبه، وهذوك اللي في البرلمان
وفيهم رؤساء عصابات، وأعي جيدا ما أقول، وعندي ما يثبت وعندي ما يحميني. ولعل خير دليل ما قالته السيدة نبيلة منيب على أنه كاين تجار مخدرات اليوم في البرلمان. هنا كنقول على الرئيس الحكومة بكل وضوح أنه واجب عليك اليوم أنك تقدم الاستقالة ديالك، وأنك تعلن الفشل ديالك في التسيير الداخلي، خاصة وأنك زدتي فقرتي الطبقة الفقيرة والطبقة البسيطة. وعدنا اليقين بأن من بين المستفيدين من هذا التفقير ديال الشعب المغربي اليوم انت واحد منهم، ولكن للأسف الشديد فلوسكم ما كنستافدوش منها حتى في البلاد، وإنما كتخرجوا على برا.